السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. احنا النهارده موجودين في مول طوسون، تشكيل كامل من المفروشات والادوات المنزليه والاجهزه الكهربائيه ورفاهية على المطبخ. النهارده عندنا فيديو عظمه هيعجبكم جدا، عندنا جوله في البطاطين والدفايات والملايات كمان واللحاف الفايبر، يعني تشكيل كامل وعارضين عروض على كل حاجه موجوده في المكان بالنسبه للمفروشات والفوط كمان. عايزين نقول ان احنا عندنا عرض حلو قوي ما شاء الله، عرضنا لوحدها ما شاء الله ما شاء الله ننافس بيها اي حد، لان احنا اسعارنا جامده جدا. عندنا تشكيل شايفين يا جماعه الشغل، شغل التركي، وعندنا كمان المورانو بكل تكويناتها، الرق الواحد والطبقتين والتشكيل بتاعها والالوان اللي نازله موضه قوي، انتوا شايفين الالوان القمر دي مش هتلاقوها عند اي حد، والتشكيل ده غير عنده ملتصم، والدفايات الاسبانيول الاصلي، ونانا فكره البطاطين بكل الاوزان بتاعتها موجوده متاحه معانا النهارده. كمان عندنا جوله كامله في الملايات زي ما قلت لكم باسعار محترمه جدا، سواء في الملايات الاستيك المطرزه، الجوبير، الدانتيل، كل الشغل بتاعنا، كمان الفوط، كمان اللحفه. يا ريت مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشارات بالفيديوهات الجديده. ويلا نقول بسم الله ونبدا الفيديو. محمود باشا منور. كل سنه طيبه لحضرتك وكل سنه وعملنا الكريمه بخير ورمضان كريم وعاد عليكم الام بخير. عيد الام حكايته فوق الحكايه مع توسون. الكلام مش خلصان، جايب لك بطانيه ب 400 وب 600 وب 1000 وب 1000 ونص، حكايته فوق الحكايه حسب الاوزان، ال 6 كيلو 7 كيلو 10 كيلو، انا سكرت المورانو الاسباني كل حاجه هنشرح ونطرح فيها. عايز المجات ام 5 و10 20 و50 حكايتها فوق الحكايه، شفاشه رمضان ب 10، اوتو من حلل، جهاز العروسه الكامل متكامل 10 فيديوهات في شهر 3 حكايتهم فوق الحكايه، معمول توصل بفضل الله. العروض لها ناسها وتوصل هيفضل اساسها، والخصومات بتاعته توصل الى 40%، هتتفرجي ايوه 40% مش مجرد كلام، على كل حاجه انت عايزاها، بطانيه هتلاقي، دفايه هتلاقي، بصي الحركات والتكات موديلات ايه 2024، عامل لك عظمه بفضل الله في شهر 3، انتظر الفيديوهات وانتظر ايه كل الخصومات اللي عنده توصل حكايتها فوق الحكايه. بص اللي مش هيبقى طبعا الدفايه دي ما ينفعش تتفتح للمتابعين بتاعتنا. تسلم. اتفرجي كده. اتفرجي كده. وشوفي طبعا ايه التحف الفنيه عند سوق توصل، المقاس والخامه والمنتج عامل ازاي. مقاسها تحفه. لا انا سكرت حكايتها حكايه. لا انا سكرت. البلابل من الثلاث جهات مش من جهتين. مش من جهه واحده، من الثلاث جهات داير داير على الدفايه. تمام. حلو قوي. ده انا سكرت الكلام مش خلصان من عند مول توسون، خصوماتنا عاملين بصي عظمه في شهر 3 من عند مول توسون بفضل الله. كل الالوان متوفره بتاعتها. تمام. عندك اكتر من 6 اشكال، عندك الاحمر، عندك الموف، عندك الزيتي. خلينا نقول ان في حاجه زي كده، استنى، دي لون واحد كلها. دي لون واحد. نفردها؟ افرديها عادي. هي اصلا عايزه تفرد. بصي الاخضر بتاعها، كل الاشكال بتاعتها جديد. بصي بقى الشغل الساده. يعني احنا جبنا اللي هي لونين، انا حابه اوريكم اللي هي برده لون واحد. بصي ايوه بقى. كبيره ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ بصي بصوا دي بلابل من الجنبين، ده كبيره جدا. بصي بتاعها الله اكبر عليها، فاخر بالاخر. حلوه قوي، بصوا تحسوا ان بتضوي، بتدي الوان كده خطيره. بتديك اللون درجه الفتحه والغامقه، حلو قوي زي ما هو. مقاسها كبير جدا. بكام دي؟ بكام الحلويات دي بقى؟ بقول لك ولا 600 ولا ب 700، قلنا توصل تعالى وداع لجشع التجار وداع لغروب الاسعار. بقول لك ب 675 اسعارنا القديمه، محمود توصل يسكت؟ مش هيسكت. بقول لك عرض واحد لكل واحد ب 435 جنيه بس. 435 435 جنيه نص دفايه. بس ما شاء الله. كان بكام؟ ب 675 جنيه. الاثنين سعر واحد. الاسعار بتزيد ولا بتنقص؟ بقول لك طول ما انت عنده توصل والقلم طلع الكلام مش خلصان ب 435 جنيه معاك. دي انا فكره اللي هي واخده قالونين. بالظبط كده. اللي واخده لون واحد ب 510. 510 بجميع الاشكال بتاعتها. الفرق مش كبير، حلوين جدا. تمام. خلصنا على كده ما خلصناش. عندنا بقى ايه؟ نص دفايه حكايتها فوق الحكايه. تعالى كده يا احمد افتح معايا. نص دفايه حكايتها فوق الحكايه بجميع الاشكال بتاعتها. انا سكرت عامله عظمه من عند مول توسون، عامله عرض خصم حصري لمول توسون. اتفرج على الشياكه والله. نص بطانيه. نص بطانيه. اه. تمام؟ مقاسها كبير جدا بجميع الاشكال وجميع الرسومات هتلاقيها من عند مول توسون. عندك شكل، عندك الشكل الثاني اهو تمام بجميع الاشكال بتاعتها، عندك الشكل الثاني بتاعتها. في اشكال كثيره منها مش مجرده بشكل ولا اثنين ولا ثلاثه. حلو الفتحه دي. تعالي بصي كده 949 جنيه. تمام. ده سعر المصانع النهارده وسعر الشركات النهارده. أوه. محمود توسون يسكت؟ مش هيسكت. بقول لك بص عرض واحد لكل واحد ب 475 جنيه. حلو جدا. النص بالنص. دي نص بطانيه، دي النص خطيره. خاص النص بالنص. تمام. سكتنا على كده ما سكتناش. جايب لك بطانيه بقى
ودفايه مع بعض، اتنين مع بعض، بطانيه ودفايه. تمام. عرض اتنين في واحد بكام؟ ب 725 جنيه. يعني هي قطعه واحده جوه؟ اتنين قطعتين، بطانيه ودفايه. يعني معانا بطانيه ومعانا دفايه. ودفايه حلو قوي. 725 جنيه. خطير. 725 جنيه. نخلص على كده ما خلصناش، قلنا طبعا ايه كل الكميات بتاعت البطاطين ال 6 كيلو. يا جماعه عشان عيد الام، ولو انت عروسه استفادي بالعروض دي معانا. استفادي. بص بقى الشكل طبعًا الجميل ده. بص بقى بطانية 5 كيلو عامله ازاي من عند مولتوسون. بص المقاس جميله. بص المقاس سميتها ناعمه جدا. بص الخامه. بصوا شايفين المقاس قد ايه يا جماعه؟ ولا 100 غسله هيحصل لها اي حاجه. شايفين الظهر بتاعها؟ ظهر ووش. وش في جنب، يعني هنا في حف وهنا ساده. ظهر ووش. خطيره. طبعا الكلام مش خلصان. بص بقى ال 10 كيلو بقى، افتح دي كده يا احمد. 10 كيلو. ايه الاشكال دي؟ ده كل شنطه لانا سيكريت، ماركه معروفه، ماركه معروفه. بقول لك 240 في 220. بقول لك تعالى خديها ب 725 جنيه. 725. مفيش الكلام ده النهارده ما شاء الله. مفيش الكلام النهارده ده. تمام. بصوا بيقول لك ايه، وده على جشع التجار وده على غلو الاسعار. ركزوا معانا يا جماعه في الاسعار. عايزك تمسكي دي. تعالي افردي معايا كده وامسكيها. الله ده تقيلة. شوفي بقى تقيلة جدا. الخامة والمنتج شوية كده معايا. بسم الله ما شاء الله. تركي التركي وصل من عند توسن. ملمس خامة وقطع وحفر يا جماعة، والوان زاهية جدا ما شاء الله. حلوة قوي. بسم الله ما شاء الله. تمام. وكل الوانها طبعا موجودة. بص بقى اللي هو شايل بقى، افتح دي كده. دي سادة. افتح دي كده. اشكال انا بعشق البطاطين السادة او الفرن. اشكال وموديلات المدام شيماء، موديلات 25 مش 2014. دي طبقتين برضه. بصوا يا جماعة طبقتين. احنا بنتكلم الشغل ده على طبقتين وحاجه تقيله جدا ما شاء الله. بصوا ساده وحفر، دي قمر، دي عندنا منها الوان يا محمود. روز موف نيليتي احمر. خطيره. تقيله جدا وقمر. كل تشكيلتها. دي بكام الساده دي؟ بصي بقى البطانيه كده يا مدام شيماء. دي رومانس. رومانس. تمام؟ حكايتها فوق الحكايه. بكام النهارده؟ ده سعر المصنع ويمين بالله. بكام؟ 1699. 1300 جنيه. الله يبارك لك. الاسعار بتنزل ولا بتطلع؟ عيد الام يا جماعه. عيد الام ايه؟ يلا كده قرب علينا وداخل في رمضان. هاتي اللي فعلا لا ما بتغرقش. بقول لك بايه؟ ب 1500 جنيه. انا فكرتي يا جماعه 1100 جنيه. 1100 بعد العرض. والله العظيم اللي ما يستفاد بالعروض نفس الكلمه بتاعت شهر واحد، وانت شفت الدنيا عامله ازاي، واللي انا بقوله هو اللي بيحصل بفضل الله. الاسعار رايحه في حته ثانيه. استفادوا بالعروض، احنا بنساعد الناس في الظروف اللي احنا فيها، وبنساعد اخواتنا البنات عشان كله يتجوز. احنا عايزين نفرح كل الدنيا بفضل الله. اخواتنا البنات وفي ظهركم، وما تقلقيش جهازك عند مولتوسون بارخص سعر بفضل الله. تعالوا بصوا بقى شوف الشاحه، احنا ده كله بكام بواحد يا مدام شيماء؟ بص الكشمير دي 240 في 220. انا سكرت عامله عظمه. مش حاجه زي اللي فردناها؟ حاجه سعرها ايه بقى؟ حاجه عظمه دي. تمام. بقول لك ب 1650 جنيه. قولوا عند محمود توسون ب 1300 جنيه بس. جميله يا جماعه والله، وسعرها تحفه على فكره، خطيره. شوفوا بالله بقى اللون الاسود بقى اللي تحفه الفنيه عامله ازاي؟ رمادي. ده في عرايس بيحبوا الغوامق بطريقه بصي خطيره. نفتح دي. افتح. تعالى احنا فتحنا الفاتح. نفتح دي. تعالى انا عايز اقول لك المصاري كلها مش هتبصي. بصي كام؟ 1499. 1000 ونص. احنا قلنا 1300 جنيه. طب احنا بننافس المصاري وبننافس الشركات، عشان رغم كده في اللي هو الاسعار اللي احنا فيها، قلنا لازم نكون في ظهر الزبون وظهر العميل. بصي تحفه فنيه. بص طب والله قمر. السيرفي رمادي غامق بس هتنور برضه. جميله والله ما شاء الله. الوشين زي بعض يا جماعه ما شاء الله. بص بقى التحفه الفنيه ما شاء الله. تمام. بص التحفه الله على الموفات الجميله. انا بحب الموفات، بحب الاوف وايت، بحب الكافيه. الحاجات دي بتبقى مبهجه قوي وشيك على السرير. بص دي وفي البيتي كمان شكلها الوان ملكيه كده. قمر انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ بص كل حاجه بنفتحها حلو قوي ما شاء الله. مفيش حد بيقول سعر حاجه النهارده. انا عرايس. مفيش حد بيقول سعر. ايوه الناس بتخاف يقولوا سعر عشان تغيير الاسعار. صح الظروف اللي احنا فيها، بس بنقول لك عروسه احنا بهدلنا الدنيا. ورغم كده بقول لك احنا في ظهركم بنكبر بيكوا وليكي. تعالي بقى في الدفايات اللي حكيتها في حكايه. بص دي دفايه اربع قطع جميع الاشكال. دفايه دفايه وايه؟ وخدديتين ومخده بالظبط كده اربع قطع. تمام. المقاسات بتاعتها 240 في 220. تمام. 40 60 في 70 الخدديه. تمام. 45 في 160 طبعا ايه المخدات بتاعتها. تعالي بصي بقى العظمه دي بكام ده يا مدام شيماء؟ 600 جنيه. 600. نصرف على كده؟ لا طبعا. 395 جنيه. لا بتهزر، فرق كبير جدا يا جماعه. 200 جنيه وهو واقف. 395 جنيه. حلو جدا بكل اشكالها بقى واربع قطع. 395 جنيه بكل الاشكال بتاعتها وكل الرسومات بتاعتها. اربع قطع. شوفوا بقى البطانيه حكايتها حكايه. جوفيا. احنا بنتكلم على جوفيا يا جماعه. شايفين؟ عظمه ما شاء الله. على عظمه. خطيره. وش ساده. بصوا طبقتين، وش ساده ووش
مش خطيره دي يا جماعه، طبعا حاجه محترمه جدا جدا جدا. 240 في 220. اه بص الشكل بتاعها التاني، بص الشكل ده كمان لون تاني نفس الشكل لون مختلف، دي على لبني وهنا على روز. تمام كده قمر قوي بسم الله ما شاء الله. تمام ايه تاني يا محمود؟ لا احنا الكلام مش خلصان من عند مونتوس. بص على اخضر، احنا لسه جميل قوي الاخضر فيروزي كده. عروضنا متخصص. بص البطانيه اللي بتاعتك هنا بتانا. بص ما تقدرش تغمض عينك من الجمال والشياكه. بقول لك ب 1750 جنيه ويمين بالله النهارده مش مستاهله الفن، انت عارفه الاسعار رايحه فين. اكيد 1400 يا جماعه وتقيله والله ما كان قادر يشيلها. تعالي اتفرجي كده ادي الشكل، ادي اثنين كل الاشكال بتاعتها متوفره. بص الالوان، بص الاشكال والموديلات كلها الحديثه متوفره. حلوة كل اللي انت نفسك فيه هنفرده لك، واللي انت عايزاه ما بتاثرش مع زبوننا. تمام منتصر نجاح بكم وليكم وارخص سعر بفضل الله. بص بقى البطانيه دي، دي برنسس حكايتها حكايه اللي هي بتاعت صائد الكوابيس الرسمه دي. بص بقى بحبها مرام طبقه واحده، دي دي طبقه واحده خفيه وجمال وشياكه وانوقه خطيره دي يا جماعه، بتجري من تحت ايدك ناعمه وطريه قوي وبتدفي وايد دفي عليه. الشكل ده جديد وراه ولا الله اكبر عليك. افرد احنا تعالى ما تمشي معاك نمسك معاك ماشي ماشي. بص يا جماعه حلوه قوي، مقاس وخامه ومنتج وسعر الله اكبر عليه، منافس للجميع. خامه وتحفه عارفين انتوا، ناعمه جدا وحلوه قوي 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 ما شاء الله. اسعار مرادنا ايه الطبقه الواحده؟ تعالى اوريكي بس الطبقه واحده والطبقتين واللي حكايتها فوق حكايه. بص جذباني عامله ازاي عند البوستر. بص يا جماعه اللي هو ده شكل البوستر عشان مش هنفتحها دي، ده شكل البوستر بتاعها. بصوا هي على الطبيعه عامله ازاي اللون بتاعها، احلى من البوستر والله جميله. ده دي عليها ورق شجر. تمام اللي بتسمع فيها 3000 جنيه و3500 جنيه عامل فيها سعر ده كمان تحفه. امسك يا باشا بص دي جوبيا دي ولا ايه؟ جوبيا. بص دي الفصالية يا جماعه. بص بقى الكلام، وفي بص من نفس الرسمه ده. بص الخامه، بص الفينش، بص الطبقتين عامله ازاي، حكايتها فوق الحكايه، جميع الالوان. بص بقى البطانيه 2 في 1 اطفال، اطفال 2 في 1 بكام؟ 1000 حبه بكام؟ 800 700 600 انزل 499 499. شفتوا بقى بيلعب بعصبنا النص بالنص فعلا. تعالي دي ايه؟ دفايه؟ دفايه 725. كم قطعه؟ نباعها ب 600، نباعها ب 500، نباعها ب 450 جنيه. 450 واعملي سكرين قدام وتعالي وانت عارفه اول 10 ايام. اول 10 ايام الاسعار دي يعني ابتداء العروض من 22/3 لغايه 15/3 يعني اول معاك 20 يوم. مفيش حد بيديك عرض 20 يوم ولا يديك عرض 10 ايام. العرض اللي احنا الظروف اللي احنا فيها وغلو الاسعار، بس انا بقول لك تعالي الحق استفادوا من العروض واستفادوا بالخصومات. تمام ادي شكل، ادي شكلين، ادي ثلاثه، يعني جميع الاشكال هتلاقيها متوفره من عند مونتسو. تعالي شوف الدفايه دي بقى لحكايتها فوق حكايه بكام؟ والنبي ما شايفه اكيد 725 يعني بيع 725. لا هنبيع 800 ب 625 بنقص لك بال 200 و300 بقول لك تعالوا خديها ب 495 جنيه. بصوا يا جماعه شايفين بالزمن الاسعار دي عند حد، وعلى فكره الموديلات دي مش عند حد، دي جميله قوي عجباني. عجباكي؟ ايوه ب 450 جنيه. الله يبارك لك. بصوا يا جماعه عامله ازاي؟ بصوا في الفرشه النص بالنص خطيره. الاسعار بتزيد ولا بتنقص؟ بس محمود توسن بيقول لك المصداقيه فوق اي شيء، وقلنا بننجح بيكم وليكم واكبر العروض واقوى خصومات من عند مونتو توسن. بص بقى البطانيه ولا البطانيه ده ايه؟ اطفال. اه بصي جميع الاشكال هتلاقيها بفضل الله. كل دي كده يا جماعه اشكالها ما شاء الله. بصي ملابس شيماء دي اطفال اتنين قطعه كويسين مع بعض. طبعا ان انت نفسك وان انا فكرت دول كده طقمين يعني اي حاجه اطفال يا جماعه تبقى اتنين دي ام اند ام. كمان رومانس بكل اشكالها بكل اللي انت نفسك فيها. بصي عظمه 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 على عظمه. اشكال مختلفه، اشكال مختلفه هتلاقي، بس عايزين نفكر بقى عشان نخش على اللحاف ونعمل لك عظمه ايه في كل قسم كده وتستفادي بيه. بقول لك تعالى خديها الاثنين بطانيه يعني مش مكمله حق نص دفايه، تعالى خديها ب 750 جنيه. 750 مش مكمله حق نص طقم بطانيه اطفال اتنين مع بعض بالظبط كده. تمام ال 10 كيلو ال 6 كيلو انا اسف في 240 في 220 الاسباني التركي الحاجات المستورده بدل 1600 جنيه بقول لك تعالى 1275 جنيه. تمام ما شاء الله 1275 جنيه. تعالى انا شويه لسه شايف البركود بص كده دي سعر المصانع ويمين بالله النهارده. بس رغم كده بقول لك 1445 مش مجرد كلمه. تمام. احنا في ظهركم لازم تتجوزوا، لازم بصي كل الناس تستفاد بالعروض تستفاد بالخصومات. اشكالها كتير وانواعها كتير وموديلاتها كتير. هنخلص على كده مش هنخلص. جايب لك ال 10 كيلو اهي
الطبقتين نانا سكرت حكايتها فهو حكايه سواء من عند ومن عند غيري. نانا سكرت من انضف الشركات ومن انضف الماركات الله اكبر عليه، مصنع نظيف جدا بيصدر بره حاجه نظيفه جدا ب 1550 جنيه. نسكت على كده مدام شيماء 1400 جنيه. الله شايفين يا جماعه بجد حاجات تحفه واسعار مش هتلاقوها عند اي حد. اشكالها كتير موديلاتها كتير وانواعها كتير والكلام مش خلصان من عند بولتوسون، بس تعالى اعمل لك عرض بقى على اللحفه. بالظبط ده كده بالنسبه للبطاطين يا جماعه، واحنا ما خلصناش الشغل، احنا خلصناكم جزء من الشغل اللي موجود والله، لكن ما شاء الله الشغل كتير. تعالى بقى ناخد فكره عن اللحفه. تعالى شوف البطانه التركي دي، بص الحاجات. يا محمود انا كنت فاتحاها عايزه اشوفها. بص يا جماعه في حاجات كتيره تخش المعرض هتلاقيها مش مصوره. خطيره خطيره، عندنا منها الوان. بص بقى من بره هنا. طيب نفتح دي كمان. الله بص بقى رصاصي جميله، فرو حاجه جميله تمام. جدا، وفي منها الموف وفي منها البترولي، كل الاشكال بتاعتها الوانها كلها جميله. بص البطانيه دي، دي اطفال شغل جديد. بص عامله ازاي، ظهرها فرو. بص دي بقى حاجات قمر بكل الوانهم بقى. بص دي جميله جدا، شغل دي ايه من تركيا يا جماعه، كل شغل مستورد بفضل الله ما شاء الله. تعالى بص كده نعمل لك عرض على الحاجه عشان نخش على الميلاد. بقول لك على مساحه 3000 متر هتلاقي كل نفسك فيه، بلاستيك، ادوات كهربائيه، مطبخ صيني، الكوبال، كاسات، اوتوم قهوه، اوتوم جيلي صيني، اقوى باريكس، اوتوم الحله، العظمه، اللافا، الماستر، النوس، سافلون، التركماز، شويه حلويات. اول ما دخلنا حاجات قمر، بسم الله ما شاء الله. احنا عندنا تشكيله لحفه حلوه قوي المره دي كمان. بص اقول لك على حاجه، الجديد دايما مستمر، يعني النهارده في شغل، بكره هتلاقي في شغل اكتر، كل يوم في شغل. ناس قافله على الشغل ومصانع قافله على الشغل، بس رغم كده توصل عشان النيه ومن القلب للقلب بيقدم العروض، ما بيغلبش في عروض، ما بيغلبش في اسعار، بيجيب لك اقل سعر بفضل الله وعلى ايه؟ الخامات. بص بقى اللي حب ده سترايب، لحاف سترايب تحفه تحفه فنيه، حاجات ساده. لحاف سترايب حاجات، بصي ده لحاف سترايب للاطفال اتنين مع بعض طبعا. الله اكبر، احنا عارفينها بتبقى قطن وفي فتله ساتين تركي تمام، والمقاسات بتاعته كبيره حلوه ما شاء الله تمام تمام بجميع الالوان بتاعته. ده مصنع بني يا جماعه. طيب ده ايه بكام؟ ب 1775 جنيه تمام. هننزل بكام؟ 1100 جنيه بس. حلو جدا، ده طقم اطفال يا جماعه اتنين مع بعض 1100 جنيه. حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. اللون ده عندنا منه اللون البني، وادي الكحلي بتاعه 1100 جنيه بس تمام. 1100 جنيه بس. ده الكبير بتاع الاوضه الكبيره، ده الكبير برضو. عندنا الاوف وايت يا جماعه، الناس اللي بتسال على حفه الفنادق اهو سترايب، وب 1100 حلو جدا. تعالي والله العظيم كبير، والبني والكافيه كمان اهو البيج. تعالي تمام، والجري برضو. تعالي ده جري ولا ابيض؟ كل الناس تركز على الحاجه وتركز سكرين وتاخد سكرين على الحاجه. انا بكتب لك كل حاجه اهي وبقول لك سعرها. ده على كل علبه وانت جايه اهو، كل حاجه مكتوبه عليها، كل حاجه عليها سعرها. تعالي بقى تشوف التحفه الفنيه دي العالميه، ماركة معروفة، لحاف العالمية تمام، قطيفة يا جماعة. التحفة الفنية، وبيبي التركي ما شاء الله تمام. وقلنا طبعا الشغل ايه، ومصنع مون برضو ده اللي احنا شفناه تقريبا. ده شكل تاني منه تمام. تعالى هنخش بقى على اللحاف الجميل ده تمام، والشغل ايه الفاخر من الاخر ده مدام شيماء. بصوا يا جماعه ب 2250 جنيه، ده فرو، فتله فرو حلوه قوي ب 2250 جنيه. بقول لك عرض واحد لكل واحد ب 1450 جنيه. 1450، شوف الفرق قد ايه؟ 50 جنيه تمام. ب 1250 جنيه بقول لك تعالى خديه بثلاث ساعات. ده خصم المتابعين يا جماعه، ما تنسيش تقولي تابع قناه شيماء الجهر عشان تستفيدي بالعروض دي، والارقام قدامك على الشاشه عشان تعرفي توصلي المول توصل تمام. شايفين القمر ده برده بكل الوانه متاح بالظبط. تعالي بقى اقول لك بدل 1500 جنيه ده اسعار زمان، تعالي خديه ب 1350 جنيه بس. محدش بيعمل كده. تعالي ب 1350 جنيه، 1150 جنيه على مبدانا تمام، 1150. خلصنا على كده ما خلصناش. تعالي بصي بقى على الاطفال اللي مش هنا، انواع كتير، تاج بكل اشكال البطل، بكل اشكاله اطفالي تمام. وطبعا شغل الاطفال كله موجود بفضل الله من عند بولتوسون. بقول لك تيجي عظمه على عظمه، هتلاقي اللي انت نفسك فيه. اولاد رجب مليون شيماء بكام؟ بكام؟ ب 1380 ثلاث ساعات. الله على الخصومات، ثلاث ساعات. اللي عايز حاجه يا جماعه على عيد الام يلحق ويجيب، لو عروسه بتحبها حتى الفايز الكميه انا ماليش دعوه. انا صورت الحاجه اهو، بقول لك من 22/2 لغايه ده ايه 15/3 لغايه بقى الفايز الكميه، حاجه ما تستنيش حضرتك انت تيجي تستفادي بالعروض. اول ايه، اول ما تشوف الفيديو كده على طول هتقولي لسه شايفه الفيديو دي مش بتاعتي. تعالى يا باشا بص كده يا باشا بعد اذن حضرتك، لحاف دريم باج دريم الاربع قطع اللي حكايته فوق الحكايه، التركي بقول لك ب 2200 جنيه قسما بالله من مصنعه، موجود الوانه كلها كلها. تعالي كده اقول لك ب 1400
450 جنيه بس. حلوه قوي ما شاء الله. جنيه فتله فروه يا جماعه. بص دي التحفه الفنيه ب 1450 جنيه. ده لحاف مون. اه 1450 جنيه. شايفين الاسعار كلها في الاونلاين. تعالي 1300 جنيه. مفيش لحاف النهارده بكام؟ نص دفايه بكام؟ 1450 جنيه. انا بقول لك الحاجه بتنزل ولا بتزيد، بس محمود توصل بيقول لك اللي فعلا. 1300 يا جماعه. تمام 1300 جنيه. في ايه تاني عايز اعمله لك؟ ايه؟ تعالي 1300 جنيه. ده موديل ده تاني 1300. موديلات مون داخله معانا كلها في العرض. بص يا باشا، عرض من القلب للقلب، عرض من القلب للقلب لمتابعينا مدام شيماء الظاهره ومتابعين الاتصال. تمام. الرصاص هتلاقي، البيت هتلاقي، البيج هتلاقي، كل اللي نفسك فيها هتلاقي ب 1450 جنيه بسعر زمان. ايوه تمام. تعال اقول لك، لما اقول عرض من القلب للقلب ابقى عرض من القلب للقلب. ثلاث ساعات. ويمين بالله الاسعار دي ما هتلاقيها حقيقي. احنا بنصور المنتج والخامه والاسم بتاعه والبنج بتاعه والسعر بتاعه. حلو جدا. وتاج اللي وراك ده يا محمود. اني تاج؟ اهو تاج اللي وراك ده على طول. تعالى اللي فيه لله. 3 ساعات. التاج ده جميل جدا على فكره. 3 ساعات. اه تمام. بصي 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 كام؟ 1100 وكم؟ و15. تمام. اللي بقول لك كان 1115 يا جماعه. المصداقيه فوق اي شيء. تعالى تعالى. ده مون برضو 1250. 1250 تمام. وفي انواع كان مون ورا 1300. ده هنا معانا 1250. شوفي بقى الحلوين. ما تفرج لنا ده. تعالى يا احمد. تعالى شوف الاشكال والتحفه الفنيه. ده جميل. ده اللي داخل معانا في عرض العروسه. عايز اقول لك مش بس كده، في اللحافات في تشكيله كل يوم بتيجي. هتيجي تستفادوا بالعروض، تستفادوا بالخصومات واللي انت نفسك فيها هتلاقي. عايزه ده ولا ده؟ ده شكله حلو. ماشي افتح ده كده يا باشا وشوف اللي انت نفسك فيه. يعني ده موديل موجود بالوانه. تعالى اعمل لك عرضين عظمه ب 1700 جنيه. هو ده قطن؟ قطن. ب 1700 جنيه. بقول لك تعالى خد دي ب 1100 جنيه بس. لحاف قطن يا جماعه. الناس اللي بيحبوا اللحيفه القطن موجود معانا على فكره. اشكالها حلوه قوي. كل الشغل ده كده 1100 جنيه قطن. كل الشغل ده كده. الحق ابو العروسه وام العروسه والحق العروسه. لو بتجهزي نفسك او ست بيت بتجهز نفسها، بتجهز حاجات جديده للبيت بتاعها. داخل علينا رمضان وعيد ام، الحاجات دي تحفه فنيه. تحفه حلوه قوي. شغل الله اكبر عليه. ميكس كوكتيل كده حلو. شايفه الوش التاني بتاعه حلو قوي. هتفرشيه على الوش ده وهتفرشيه على الوش ده. خطير. حلو جدا. احنا قلنا عليه كام يا محمود؟ تعالى يا باشا. 1000 كام؟ 1750. 1250 من عند مول توسون يا جماعه. شايفين النص بالنص ما شاء الله. ويمين بالله لما هتلاقي الاسعار دي، لو عرفت تجيبه بالاسعار دي هتيجي وعاشي معاكي. وبصي خدي وانت مغمضه عينك، الاسعار رايحه في حته ثانيه. وركزوا لما نقول حاجه. طب احنا قدها. تعالى يا باشا كده نشوف الملايات. احنا هنا بقى موجودين في قسم الملايات. عايز اقول لكم في تشكيله تحفه. بدايه من عند مثلا البنك دي، شايفين عامله ازاي؟ حاجه رايقه جدا. وتزين كده الدولاب عندك وتزين سريرك حاجه قمر. طيب بصوا دي البوستر بتاعها عامل ازاي والتطريز جاي فين. يعني موضوع مدروس وحاجه شياكه جدا. كل ده تشكيل ملايات ما شاء الله، حاجه محترمه قوي. يعني عندي دي تحسيها زي مفرش كده على السرير، خطيره. ده الاوف وايت طبعا. كل حاجه بنعرضها يا جماعه في منها الوان كتير جدا زي ما احنا شايفين كده. عايزه اخدكم جوله معايا. حاجه زي كده بكرانشها بالجوبير اللي عليها بتفاصيلها، حاجه شيكه جدا. اسمها ايه؟ جس. خميني. شايفين الشغل بجد حاجه تحفه. وقمر واسيا دي خطيره برده. تطريز وكرانيش مع بعض كده شغل عظيم. محمود انا عايزاك تديني عرض على الملايات. اعمل لك احلى عرض لاحلى عيد ام في الدنيا. كل سنه وانت طيبه. احلى ست الكل في الدنيا. اعمل لك ايه بقى؟ اعمل لك صفقه وطفره في الملايات. اطفال اطفال. اه الحاجات اللي ام 500 و600 و700 وجشع التجار اللي احنا بقينا فيه لازم ايه؟ في ظل الظروف اللي احنا فيها نعمل لك عظمه. بكام؟ ب 500 جنيه. تمام. الطقمين بكام؟ طقم اطفال ب 500 جنيه. اه الطقم ست قطع. الست قطع. 2 ملايه و2 خدادية و2 كيس مخده. تمام. يعني الطقمين ب 1000 جنيه. محمود توصل يسكت. ابو علي بيقول لك اللي فعلا ده ما بتغرقش. تعالي كده الثلاثه طقم المفروض ب 1500. اه تعالى اقول لك الثلاثه ب 999 جنيه. يعني الثلاث اطقم بسعر طقمين، طقمين وطقم عليهم هديه. حلو العرض ده قوي. ادي شكل. اه ماشي. معاكي اشكال كتيره جدا هتختاروا. ركزوا معانا في الاشكال بالوانهم. جميع الاشكال هتلاقيها واللي نفسك فيها هتلاقيها من العروسه. تمام. اشكال كتيره هتختاروا وهتختاروا بفضل الله. ده معانا. ها عامل لك عرض عظمه. اه وده معاكي. تمام. هتلاقي جميل نفسك قوي اللي في ايده ده. هتلاقي ده كمان معايا اختيارات كتيره. نسكت على كده وما نسكتش. هنعمل العرض الكبير كام؟ العرض الكبير اللي عند حضرتك يا مدام شيماء ده المجيد. تمام. ده كبير؟ اه ده اطفال؟ لا ده كبير. تمام. العرض الكبير ده تمام. ده كبير يا مدام شيماء. اه تمام. التلاته طلعنا الكبير قوي. التلاته ب 999 جنيه.
3 كبير الثلاثه ب 999 عريض بيقول لك ب 999 جنيه 8 طقمين تمام 8 طقمين اسكت عامل لك بقى شويه شغل بقى ايه قطن في قطن بص الشغل يا جماعه خامه 100% شغل الجبير ده مطه مش بتروح ولا عينك بتزهق منه ده خطير بالوانه بقى يعني احنا معانا هنا اللون القمر ده معانا لبني في اشكال كتير كل صنف هتطلع اكتر من 12 15 شغل الفنيه دي الله الغوامق دي يا جماعه بتبقى قمر بص بقى الشكل ده عامل ازاي سيمو ده هتلاقي اللي العدد كان موف غامق ده سيمو وجميع الاشكال والاختيارات يا عروسه ده كله كده من صنف واحد بصي يعني احنا بنفتحه بالصدفه هتلاقي اشكال كتيره جدا و 260 في 3 متر اللي احنا بنتفرج عليها دي 260 في 3 متر تمام قلنا السعر بتاعها تحفه فنيه عند مول توسن بفضل الله خصوماتنا خلينا نقول المفارش من ابتداء من 7500 جنيه اخدت بطاطين اخدت الحافه اخدت ملايات اخدت فوط اخدت اي كوفرتات من 7500 جنيه خدمه التوصيل ده كان كلام الطياره مجانا تمام يا دكتور شيماء قلنا بكام قلنا بص العظمه دي يا دكتور شيماء كده تعالى عايزك تبصي تشوفي عجباني دي قوي نفس اللون دي خطيره برضه هتشوفي الموديلات وتشوفي الشياكه بص الروقان بص بص الروز مع مع الجري قمر الروز الفوشيا بقى يعني الجري مع الفوشيا خطيره بص يا باشا الاصفر ماشي كل ده هتلاقي منه موديلات الموديل ده قمر قوي على فكره تعالى بقى شوفي الموديل التاني ده ده 260 في 240 بصي دي 240 في 260 بصوا الشياكه شايفين الشغل على البوستر عامله ازاي في نار الملايه حاجه تحفه بصي الشكل ده بصي الالوان ده لون تاني منها خطيره دي قلب الجاتوه هتيجي تختاري بكام يا محمود القمرات دول تعالى اقول لك عملت عرض عظيم تعالى بصي بقى دي بصي دي كده القمر ده بصي دي ده مون برضو يا جماعه مصنع مون شايفين اللي هي ماتشنج ما بين الساده والمشبحه تمام قطن في قطن حكايه وحكايه بص يا جماعه عايزين نغير القمر بس ايه الاشكال بتاعتها بص 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 الله بص دي شايفين الالوان اشكالها كتير اللي يروق لك ياخديه والوان كتير هتختاري وهتحتاري بكام؟ بكام؟ 695 جنيه قطن في قطن بقول لك تيجي تاخديها ب 499 جنيه تراجعوا اسعاركم قبل ما تيجوا الاسعار هنا مش زي اي حد ابدا ما شاء الله يعني ايوه تحدي بص يا باشا تمام بص الشكل ده بص الشكل ده بص الالوان ملايه رايقه بص ده يا باشا بصي موديلات كتيره اشكالنا كتيره 240 في 260 الكلام مش خلصان فيها تمام بقول لك شغل قطن في قطن حاجه خامه حاجه مصنع مون برضه ب 825 جنيه بقول لك تاجي تاخديها ب 600 جنيه حلو جدا 600 جنيه بس على كده ما خلصناش بصي دي مدام شيماء انا لسه كنت بقول عامله زي مفرش السرير دي خطيره حلوه قوي كتير موديلاتها كتير كل صنف والوانها اكتر في 15 شكل 20 شكل شايفين تحفه 599 جنيه 599 يا جماعه 499 جنيه 499 388 جنيه احنا دلوقتي عاملين نحط اسعار واحنا مع بعض كده ركزوا معانا بصي بقى الحاجات الشياكه والاناقه التشيكي خطيره البيسي دي بصي باقل سعر بليسي واعلى خامات بفضل الله في حاجات عايز اعرف سعرها قدام قمر قمر بجد بصي الشياكه بصي دي انا عاجبني دي محمود استنى عايز اشوف الوانها بصي دي التطريز جاي من الزاويه بتاعت المخده ومن زاويه الملايه دي خطيره بصي الشكل ده الله الابيض بتاعها قمر حلوه دي بص دي ب 700 وكمش بصي دي جميله قوي ايوه اشكالها الله اكبر عليها اشكال كتير واختيارات كتير والكافيه والكافيه خطيره قلنا ب 719 قطن في قطن 240 في 270 شايفين الخامات والمقاسات اللي احنا بنتكلم فيها يا جماعه والله ما هتلاقوا الشغل ده في حته غير عنده مول توسن تمام تعالى شوف الشاكه دي شايفين شغل مطرز وجوبير شوف الشاكه دي بسم الله بص. تمام ما شاء الله بص. دي قمر اللي في ايدك بص دي ولا كلمه بص دي وده اصفر مش مشي مش الاصفر الاصفر ب 599 جنيه بقول لك ب 499 جنيه ما شاء الله ب 499 جنيه تمام ب 499 جنيه ركزوا بصوا الالوان ب 499 جنيه تعالوا يا جماعه هنا هتشوفوا موديلات والوان مش هتلاقوها عند اي حد وخامات وسعر شوفي دي كده مدام شيماء حلوه دي حلوه قوي ما شاء الله بصوا الالوان يا جماعه 425 تمام هو 25 شوف الشياكه والاناقه عامله عايز اشوف دول بقى يا محمود تعالى الملايه القمر دي 3 متر دي 3 متر خطيره اي شكل دول ملايتين مع بعض ولا ملايه واحده ملايه واحده اسود دي الاستيك مدام شيماء وفي ملايه الساده دي 260 في 240 والبيج وفي دي 3 متر في 260 في مقاسات مختلفه كلها سعر واحد والكافيه كل الالوان في السترايب وفي القطن صفر وفي المين المعلم وفي الساده كل دي الوان هو المعلم ده اللي هو السترايب 600 كام؟ 75 جنيه تمام تعالى اعمل لك عرض حلو
499. ويمين بالله اقل من المصنع. ويمين بالله اقل من المصنع. حلوه جدا ما شاء الله. كل الاشكال اللي انت نفسك فيها. عايزه اقول لكم خطيره الرايه دي بجد. تعالي شوف القطن فوقنا والتحفه الفنيه عامله ازاي. شايفين يا جماعه اللون ما شاء الله. محمود يمسك القلم يخربها. 399 نستغل اللحظه اللي مع القلم فيها وناخد ربوز على كل حاجه. لازم نساعد القطن دي زيها. 399 جنيه ما شاء الله. 399 جنيه حلوه قوي دي. فرجهم عليها. طب يا محمود حاضر. ايوه 399 جنيه حلوه قوي. اللي بكام؟ ب 490 جنيه. تمام تمام. بصي دي بصي دي شايفين يا جماعه كل الشغل مخرز يعني غسيل وفرش. 399 جنيه ما شاء الله. فيش والله العظيم ما فيش سعر ده من غير حلفان وانتوا عارفين حاجه زي كده. عايزين نشوف الفور كمان. لسه هنشوف الفور. تمام ده الاطفال. بقى تخش على الاطفال. بصوا الاطفال بقى. بصوا الموديلات. شايفين يا جماعه. بصي الاشياء. بصي هتلاقي انواع كثيره واشكال كثيره اختيارات كثيره اللي نفسك فيها هتلاقيه. دي الثمان قطع تمام؟ من كل حاجه هتلاقي اللي انت شكله 2 و3 و4 و5 تمام. كل موديل هتلاقي اللي نفسك فيه يفضل ده ب 599 جنيه. الحاجات دي على فكره كان حاططها في عرض العروسه حاجات قمر. تعالي شوفي كده يا باشا. دي الاوضه الكبيره. دي الاوضه الكبيره. شوفي كده يا باشا. شايفين يا جماعه الاشكال؟ شوف الاشكال الابيض موجود كل الالوان والسكري ابيض واوف وايت. بصي الله والزيتوني. بصي يا باشا شويه موديلات وشويه فوائد والفرش الصريح حاجات يعني فواتح وفواقع وغوامق كله موجود. بصي دي يا باشا. بصي دي بصي دي الكلام مش ناقص. دي كانت في عرض العروسه برضه على فكره. حلو قوي الكلام ده. لازم بنحط انضف حاجه في عرض العروسه ما شاء الله. كل حاجه برور بفضل الله. بصي جميلة دي. ايوه موديلاتها كتيره واشكالها كتيره. بصي يا باشا بسم الله ما شاء الله. ب 700 جنيه. ها ب 500 جنيه. بصوا بيطير كده واحنا واقفين بيطير متينات على فكره. محدش بيعمل كده والله. يقول لك ما ينفعش. لا احنا عندنا مفيش حاجه اسمها ما ينفعش. محدش بيعمل عروض من اساسا بفضل الله. الاسعار واللي احنا فيه ده يقعد شهر كامل يقول لك ايه الاسعار راح في حته ثانيه. بقول لك لا وده على كويس على التجار اللي هو الاسعار. كل حاجه احنا ايه اللي نمسك فيها هتلاقيها متوفره. تعالي شوف لك الحته دي بقى من دانو شيماء. شغل غايق. بص كده ادي الشكل. الله ماشي. ادي التاني كافيه تمام. شايفين الشياكه يا جماعه والمقاسات الكبيره مش المقاسات الصغيره. 240 في 260 و60 في 80 و45 في 170 تمام. ادي الشكل اهو. شايفين الالوان حلوه قوي. موديل قمر. العلبه كفايه العلبه بس. كفايه الخامه وكفايه المنتج وكفايه السعر. اسمه زودياك يا جماعه. تمام. بكام؟ 719 تمام؟ 625 جنيه. حلو جدا. تمام خلصنا على كده ما خلصناش. خدي جاي يا جماعه في الاطفال. بصوا يا جماعه كل ده شغل الاطفال معانا. كل ده شغل اطفال متاح معانا. اي حاجه في الاطفال ست قطع. بسم الله ما شاء الله الوان مبهجه حاجات حلوه قوي ومعظمها مطرز للناس اللي بيحبوا الشغل او كلها مطرز ما شاء الله. طيب ايوه احنا هنا المطبوع بقى. تعالي بقى ملايه بضمان 999 جنيه. المجد الثلاثه ب 999 جنيه. الثلاثه تقوم ملايات كل طقم ست قطع لاوضه الاطفال. حلو قوي بسم الله ما شاء الله. بصي بقى شوف دي الملايه الاستيك. استيك بكل اشكالها. دي معاها خداديات وكده ومعاها كل حاجه. بص يا باشا. بص يا باشا ده اشكال كلها ضربت لي البيج على فكره والكحلي كل الالوان اللي انت نفسك فيه هتلاقي عروسه في مكان واحد من عند مونتوسون في حدائق الاهرام البوابه الثانيه القديمه. تمام. عامل قلبان بفضل الله. بكام بقى مدام شيماء؟ بكام؟ احنا شغلنا كلاس من الالوان. بقول لك ب 710 تيجي تاخديها ب 600 ب 550 جنيه بس. 550 550 جنيه. شايفه يا جماعه شايفه السعر شايفه الالوان الملايه الاسترايب اللي انت بتدوري عليها. طب خليني اقول لكم ملايه سترايب زي كده ومع اللحاف الاسترايب اللي هناك سواء لاوضه الاطفال او الاوضه الكبيره انت عملتي طقم كده مريح للاعصاب وحلو قوي ما تزهقيش منه وباقل سعر 684 جنيه. جميل كتلتين تمام. 499. الله الله على الجميل. جميع اشكالها وجميع رسوماتها مدام شيماء. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه؟ شايفين تمام. شايفين الشغل حاجه محترمه. الطباعه بتاعتها محترمه جدا. عايزين نقول بقى مش هنخلص من ايوه وانت ماشيه كده بتلاقي تشكيله تحفه مطرزات كتير جدا جوبين كتير جدا. دي شفناها جوه بس دي الاسود مش شفناش منها الاسود. الملايه بيضاء والكنار بتاعها اسود تمام. بس دي عامله زي المفرش. تعالوا بقى على الفوط. عايز اقول لكم الفوط هنا خامه محترمه جدا جدا جدا. هتشوفي الحاجه وتاخديها البيت وكنتي مبسوطه. هنشوف ايه ماشي. بصي بقى السمجه بكل مقاساتها. دي بص بص قصدي بكل مقاساته تمام. ال 220 في 60 بكل اشكالها. تعال نفرد فوطه. تعال نفرد فوطه. بقول لك بكل تشكيله حسن حسين والسوريج والسمجة والبص كل حاجه عامل لك على عرض دلوقتي. بص الفوطه خليتها تحفه تمام. جميله يا جماعه. بصوا الفوطه عامله ازاي. شايفين جميله قوي. قلنا كام؟
تعالى يا باشا ب 720 جنيه النهارده ويمين بالله الاسعار دي بتاع زمان. تعالى اقول لك ب 499 جنيه. 499 الفوطه بص 4 فوط في العلبه 499 جنيه. تمام ماشي. عندك شركه اهي تحفه فنيه دي وش قطيفه ووش قطن تقريبا. تمام بكام؟ تعالى اقول لك ب 400 ب 680 جنيه. تعالى اقول لك ب 470 جنيه. حلو قوي. ب 470 جنيه ما شاء الله. ب 470 جنيه شايفين يا جماعه كل ده موديلات. ايوه بص يا باشا اسطنبول فوطه اسطنبول. تمام بكام؟ ب 810. محمود يسكت ويسكت. ابو علي بيقول لك هتتجوزها عروسك. 595 تمام. 595 اشكال فيها شغل بارد. الوان بص هتزوقي ايه اللي كنت بتستعمليها يا حاج عمر؟ السروجي. حد بيعمل عروض على السروجي؟ الباشا محدش حتى بيعرض السروجي ولا براند محترم جدا بيصدر بره مصر وب 1000 وب 1100 جنيه. هنا فوطه ماشي. حاضر وب 1100 جنيه عامل لك عرض عظم عليها. بسم الله. العلبة زعلانة على السعر اللي انا هكتبه دلوقتي. معلش. تعالى يا باشا. خلي الناس تجهز بناتها وتتبسط. كل الناس احنا في ظهرهم وبنعمل اقوى العروض واقوى خصومات عشان خاطر الناس والناس اللي شرفتها في شهر واحد. عارفة حاجة زي كده. بص انا مش هقدر. الله اشكالها كتيرة. موديلاتها كتيرة. عاملة ازاي؟ فوطة. انت جايبة فوطة فوطة. شايفة الخامة وشايفة الذوق عامل ازاي؟ حاجة تحفة. بسم الله ما شاء الله. انت ما قلتش سعرها. تعالى يا باشا. انت قلت لها بس الناس هتزعل ما قلتش سعرها. 950 جنيه. ها. 725 725 استروجي 4 فوط وفوطه محترمه جدا. قطن فوطي. تعالى بقى اعمل لك ايه؟ عظمه. بكام؟ ب 680 جنيه. 510 510 يا جماعه مصنع بص. ايوه 510 510 كل اشكالها بقى بالظبط. اشكالها كتير وموديلاتها كتير. تمام؟ خليكي عارفه شغل العيال بعمل سكرين. ايه؟ شامبو مصنع شامبو 210 شامبو 210 280 بقت 210 ما شاء الله. تعال نسكت على كده. ما تسكتش. كل الاشكال موجوده بفضل الله. بقول لك الموحدين القطن في القطن حكايتها فوق الحكايه ب 680 جنيه ب 435 4 فوط في العلبه 435 هديه شغال لو هتجهزي نفسك برده شغال لو عروسه استغلي العروض اللي احنا بنشوفها دلوقتي. كل اشكالها موجوده معاك. تمام ما شاء الله. ب 495 جنيه. استفادي من العروض. انا ماليش دعوه اللي يخلص بدري عن بدري. انا كل حاجه موجوده هنا على الملأ وعلى الطبيعه. هتيجي تستفادوا بالعروض تستفادوا بالخصومات. السعر ده منافس للجميع ما دامش خيمه تحفه. خيمه تحفه منافس للجميع. تمام عندنا بقى ايه شغل ببص كله متوفر. الست قطع بالاربع قطع بكل حاجه الحسن حسين الباشا طبعا. عامل لك عليها عرض؟ اعمل طبعا. ماشي تعالى 775 جنيه. تمام 650 جنيه بس. 650 حسن والحسين وفوطه محترمه جنيه. كبيره ومحترمه 650 جنيه. جميع الاشكال جميع الرسومات وجميع الالوان والاناقه والشياكه وكل الوانهم تحفه يا جماعه بجد. بسم الله ما شاء الله. اشكالها كتير جدا وبشكير ونص بشكير كله متوفر. قلنا بقى ايه العظمه دي؟ سيجما. دي سيجما بقى. افتح فوطه. حاضر يا جماعه. مصنع سيجما اسطنبول زباص استروجي الشغل ده كله بجد تاخديه وانت مطمنه ومغمضه على حسن الحسين. كمان فوطه محترمه كثافتها حلوه قوي بتمتص الميه بسرعه جدا. حاجه جميله قوي ما شاء الله. قطن في قطن مش عايز فتحان. الخامه سجمة. الخامه بتتكلم عن نفسها. فستان عروسه والله جميله ما شاء الله. حلوه قوي. تمام. بقول لك ايه تعالي ب 799 جنيه ب 580 جنيه. احنا بنطير واحنا واقفين ارقام. عهد الله والايام المفترضه الاسعار دي اقل من المصنع. وعهد الله مصدقك والله. ما احنا كلنا يا جماعه بنلف وعارفين الاسعار عالي. وشوف الاسعار بجد عظمه. اللي عندي عند غيري بس السعر هو المتحدي المنافس للجميع. استفادوا بالعروض اللي ب 200 و300 جنيه. على 200 و300 جنيه تحط حاجه ثانيه وتجيب اللي انت نفسك فيه. بص بقى الاشكال هتلاقي انواع وكيان كمان وكيان كل المصانع والشركات المحترمه هتلاقيها من عند متصل بفضل الله. تعال نعمل عرض عظمه من هنا. يلا ده مصنع زباص برضه 6 فوط في العلبه ب 710. تعالى خديها ب 600 وبلاش 600 580 جنيه. 580 من عند ملتصم. احنا العروض دي موجوده في المفروشات بس لا موجوده في المنزلي كمان. هتلاقي عظمه في شغل المنزلي بجد اسعار حلوه قوي. ما ننساش ان احنا الشحن مجاني. الشحن مجاني او فاتوره ب 7500 جنيه. تمام. بص بقى العظمه دي. بص اشكال كتير الكلام مش خلصان بس عايزين نجيب لك عروض على الكوفرتات وعلى المفارش الصباحيه. اللي حكايته فوق الحكايه. تعالى كده نخش هنا. تعالى التركي المفرش السوق التركي. تمام بجمال اشكال وجمال هنا كوفرتات بملايتها. تمام الشغل التركي. وهنا المفارش السوفت
كل ده تشكيل موجود من مول توسون يا جماعه. هتلاقيه هتحتاري على ما تختاري بجد من كتر ما الموديلات تزغلل وتقولي انا عايزه اخد ده ولا ده ولا ده. هتحتاري. ده اطفال؟ ده اطفال. بصي بقى الشكل ده التركي. ده التركي. دي ستان. نص ستان ونص قطن. نص قطن ونص ستان. بصي بقى عظمه. بكام؟ بكام؟ 950 جنيه. بقول لك تيجي تاخديها ب 810. مصنع المختار يا جماعه. حاجه حلوه قوي ما شاء الله. بصي بقى المفرج ده. بصي اللي بينور. بصي بينور. ده اطفال ايه يا جماعه؟ المختار. بصي الجمال. تمام. ما شاء الله. بصي ده برضه. تمام؟ ببلاش. ببلاش. بصي بقى. شايفين الالوان والاذواق؟ ده الشغل ده ولا كده؟ الشغل ده ولا كلمه ترندي جدا. بصي بقى الحته دي الله الغزاله. الغزاله بقى خالص. بصي كده. ايوه اشكال وموديلات. الله اكبر عليك ما شاء الله. تمام. كل اللي انت نفسك فيه يا ابو العروس وام العروس استفاد بالعروض. مش مستاهله ان انت تتفرج. هتيجي تلحق بسرعه. استفاد بالعروض واستفاد بالخصومات من عند مرتصو. المفارش في ذمه الله مع مرتصو. اسعار منافسه للجميع. خلصنا على كده. تعالى اعمل لك فوق بقى على الاطفال. طيب بيكا كوفرتات البيكا 700 جنيه ب 410 بكل اشكالها. ده اطفال. دي واحده داخل ال ب 410 داخلها ولا اثنين؟ اثنين. 410 حلو قوي. تمام؟ اه. بس كان زمان بكام؟ ب 590. الحاجه بتزيد ولا اصل النهارده في المصنع بتاعها ب 800. بصوا يا جماعه الاذواق حلوه قوي. ايوه ما شاء الله. اخر كميه. اخر كميه من عند مونتسون. بيجيب لك كل الشغل في المخازن. انت استفادي بالعروض. هتجيبيها بعد. بصي قلت لك 100,000 مره ولا بتاكل ولا بتشرب البضاعه. هتجيبيها ب 700 جنيه ب 600 جنيه. طب ما انا استفاد. شوفي بقى الحلويات. المفارش الشتوي. ايوه. شوف الحلويات. شغل حفر يا جماعه وجوبير من على الكف. حاجه قمر. تعالي بقى اعمل لك عرض عظمه. يلا. ادي شكل. ماشي. ادي موديلات كلها حاجات مصانع براندات. كمان تركيه. بصي شايفين؟ بصي بقى. اطفال. كلام مش خلصان من عند مونتسون بفضل الله. كلام لسه بيبدا من عند مونتسون. بقول لك الحقي واستفادي بالعروض واستفادي بالخصومات. بصي بقى الكشمير. غطي روز خطير. تمام؟ تعالي. تمام. بصي دي كده البوستر بقى. بصي البوستر هو ده اللي على البوستر. تمام؟ مون برضو يا جماعه. تشكيل مون كله موجود. بقول لك بكام ده يا باشمهندس؟ بكام؟ ب 2000 جنيه. صح كده؟ تعالي. 1999. ولو تعلي ورب علي. ايوه الاسعار دي بحط من جيبي. 1000 كم؟ 450. شفتوا الدلع؟ علي ده دلع من الاتمنى. مش هتشوفوه غير عنده مرتصم وبس. شايفين الناس اللي بقى عينه البضاعه وجشع التجار وخلى الناس غلو في غلو. لازم نساعد كل الناس من قلبنا. لازم نعمل عرض يهز الارض. في غلو اسعار مش غلو اسعار. طلع اخر حته بضاعه عندك وبيعها. واقوم تجيب بالجديد. ابقى اجيب بالجديد بقى. بس الناس عندها شغل وقافله على الشغل ومحسسه ان احنا هنروح محدش هيتجوز. لا لازم نساعد الناس ونفرح العملاء كلها في الاسعار اللي احنا فيها دي. بص دي شايفين يا جماعه؟ شياكه وعناقه الاضاءه كمان طافيه هنا. فيها عطل. معلش انا اسف بس الحاجات ظلمه. الكاميرا ظلمه الحاجه. الله على اللون القمر. الله بقى. الله بصوا يا جماعه. بصوا اللون. شايفين الشغل تحفه. حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. بصي دي كلام مش خلصانه مدام شيماء. ده اللون العنابي كده خطير. بصي يا باشا ده اطفال بقى. بصوا اطفال والدلع. بصي بقى حلوه جدا ما شاء الله. اعمل لك ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه بفضل الله. الله ماشي اهو. شايفين الدلع؟ انا اسف ان انا سريع معاكم بس عشان تستفادوا. عشان استلحق تعمل سكرين. بصوا اهو استفادوا بالخصومات. انا عايز اجيب لك حته هنا اطفالي تحفه. تعالي كده. بصي ده كبير. تمام. ده اطفالي. بصي بقى دي. الله ايه الجمال ده. بصي دي حلوه دي قوي. حاجه الله اكبر عليها. بكل الوانها بقى موجوده يا محمود مش كده؟ كل الوانها. تمام. كله الموف قمر على فكره. بسم الله. بصي كل تشكيلتها موجوده داخل مونتسون بفضل الله. شايفين يا جماعه الشغل؟ تشكيل كبير جدا من الفوط ومن الملايات ومن ال 1999 جنيه. ها تعالي 1399 جنيه. يلا ده مر اسعار مش هتلاقوه عند اي حد غير مرتصم. بصي بقى لسه معانا هنا بالظبط كده. فرش السوفت. شايفين يا جماعه؟ بكل تشكيلها بكل انواعها. الضمان ليه ناس وتوصل هيفضل اساسه 950 جنيه. 950. تمام ماشي. هو ماشي كده بيدينا عرض. تعالي. ادي علبه بكام؟ ب 475 جنيه. تمام. يعني علبتين بكام؟ ب 1000 جنيه صح كده؟ ايوه. ادي علبه 4 8 12 12 فوطه يعني. 16 16 20 بكام؟ بكام؟ ب 2000 جنيه. ب 2000 صح كده؟ ماشي. نسكت؟ ما نسكتش. عندنا 5000 في 4 ب 20 ب 2500 جنيه. العلبه ب 475 يعني ب 2500 حاجات بسيطه. تمام. تعالى بقى ما تدقيش معايا كده.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 1450 جنيه. 1450 الايه؟ ال 20 فوطه. ال 20 الخمس علب. الخمس علب. ال 20 فوطه، الفوطه مش واقفه ب 70 جنيه ولا 80 جنيه. ده انت انت بتحسبها ازاي بسرعه كده؟ ما شاء الله. بقول لك ب 475 العلبه، تعالى سهلها لها برده عليكي، بقول لك اهو العلبه ب 325 جنيه لو عايزه علبه في اربعه. حلو قوي. يعني انت مش لازم تعزي العرض كله. جميع الاشكال. الله يبارك لك. جميع الاشكال. تمام. لازم نسهلها على الناس كلها عشان ربنا يسهلها علينا. اهي اهي بص بقى التركي. التركي وصل. ناسي عسل. التركي وصل. ناسي ايه؟ العسل. بس كده. بص الحلويات. شايفين الشغل يا جماعه؟ بجد حلو قوي. بص الشياكه خطيره. مش عايزه اقول لكم ملاهي دي لما تفرش خطيره. ده جوبير بقى. بصي. شغل الجوبير اللي ما بتزهقيش منه. كلام مش خلصان. احنا بنجري معاكي. بص بقى دي. بص التحفه الفنيه. جميله جميله. شغل التركي. كل احنا لسه عندنا فوط تاني بعد اللي احنا شفناه كتير. الكلام مش خلصان. ما شاء الله. الشركات وكل البراندات توصل بيجيب لك من كل المصانع، مش بقيادك من نوع ولا كيلو ولا ثلاثه. ده تشكيل كبير جدا. تعالي بقى. بسم الله ما شاء الله. علبه ماشي. العلبه بكام؟ ب 250 جنيه. 350 جنيه. علبه اثنين ثلاثه اربعه. اربعه في 350 ب 1400 جنيه، صح كده؟ ثلاث ساعات. ثلاث ساعات. ثلاث ساعات يعني عندك 12 فوطه ثلاث ساعات. بقول لك على حاجه، هديه لاحلى ام في الدنيا، كل سنه وحضرتك طيبه. بعدها لك يعني خمس علب ب 15 فوطه بثلاث ساعات. يا جماعه انا اشتريت، انا استحال الاقي كل الاسعار دي وما اشتريش. انا هاخد حاجات النهارده بجد، العروض تحفه حلوه قوي ومش هفوتها. البشكير الكبير شايفين ده؟ تمام. شايفين الالوان؟ باشكاله. تمام. بالواناته باللي انت نفسك فيه بقى تلاقيه. فوطه التواليت ب 150 جنيه، ب 75 جنيه هتلاقي. تعالى اعمل لك عرض هنا حلو. فوطه اطفال شغل بارز بالسته. ست فور. تمام؟ تعالى 249 جنيه. 249 ست فور اطفال شغل بارز. تمام. فوطه مش واقفه ب 40 جنيه. والله. عايز اعمل لك عرض ايه تاني؟ ايه عندنا أطفالي؟ ايه؟ اطفالي؟ اطفال مترز. 325 جنيه. 325 دي ست فوط. الست فوط ب 410 ب 390 جنيه بس. 390 علبة ست فوط أطفال. يعني أهي فوط أربع قطع. تمام؟ أه. عملها لك بكام؟ ب 610. تعالى أقول لك ب 325. نص بالنص. النص. إيه يا جماعة الكلام ده؟ إحنا جايين نضرب يعني، بصوا نضرب كل الأسعار ما شاء الله، يعني أسعارنا تحفة. الست قطع. ست فوط في قلب العلبة. 295 جنيه. 295. الست قطع مجسمين. مطبخ؟ أطفال. 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 اوكي. ب 505. بقول لك تعالى خدها ب 490 جنيه. حلو جدا. جدا. وعايز الجلالة الله الأسعار دي بتاعت الشهرين اللي عندنا كمان كوفرتات كابوتونيه. تعالى بقى بص بقى التحفة الفنية. شايفين الشغل؟ التلات قطع. تمام؟ دي زودياك برضه نفس نفس مصنع الملايات. تمام؟ التلاتة. أشكال كتير وموديلات كتير. حلوة دي قوي. وأنواع كتير. واختيارات كتير. واللي أنت نفسك فيها هتلاقيها عروسة. بصي. ما شاء الله. 1200 جنيه. 1200 ماشي. اقول لك على حاجه من القلب للقلب. تعالي بسم الله. انا بكتب اسعار بالبركه. 810. والله بيكتب. ايوه فعلا بالبركه. 810. بس هينفذ بيها طبعا بفضل الله. اللي اتعامل مع ابو علي عارف حاجه زي كده، مش مجرد شوق ولا دعايه ولا اي حاجه، المصداقيه فوق اي شيء. وقلنا العروض كلها اللي احنا بنعرضها، خدي سكرين وتعالي سالني على اللي انت عايزاه. تمام. و 565 جنيه. دي اطفال؟ اطفال. الست قطع اللي هي ايه؟ المجد. تمام؟ تعالى اقول لك 410 ست قطع كوفرتا. حلو قوي. عشان اللي ما شافش هنا يشوف هنا. 410 يا جماعه. ب 410. تمام كده؟ تعالى بقى اعمل لك عرض هنا تحفه فنيه. ب 850 850 850 850 الولاد رجب الثمان قطع. تمام؟ 240 في 200، 75 في 50، 45 في 120 والخدوديه والمخده. تمام؟ تعالى اقول لك تاخد الطقمين ب 800 جنيه. يعني الطقم ب 400 جنيه. الشنطتين؟ يعني النص بالنص. الشنطتين؟ يعني دي ب 800 جنيه. يا جماعه مش مستوعبه والله. تمام؟ خطيره حلوه جدا. بصوا الدلع ده بقى، دي جميله قوي. 1150 جنيه. بصوا دي في منها ملايه احنا صورناها، دي كده كوفرتا. حلو قوي. ثمان قطع. تمام؟ تمام. تعالي. 910 ثمان قطع يعني معاها ملايه. تمام. اثنين كوفرتا واثنين خدوديه. واحده. كل الشغل ده كابوتونيه. 850 و 850 كام يا مدام شمال؟ 1700 الاثنين. بثلاث ساعات. الاثنين ب1000؟ الاثنين ب1000. حلو قوي. الشنطتين دول. ما شاء الله. اعمل لك ايه تاني؟ عايز دمار ايه تاني؟ تعالي بقى شوفي بقى. العالمية. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، ما شاء الله يعني الشغل كتير وحلو. العالميه. دي قطيفه اللي في ايدك. بص يا باشا. دي كوفرت قطيفه. بص يا باشا. الشياكه والالوان اللي انت نفسك فيها هتلاقيها ام العروسه. العالميه. العالميه. تمام؟ بص بقى. اهي. تعالي. 910. تعالي ب 499. 499 بكل الوانها. ادعي لي من القلب للقلب. الله يبارك.
499 جنيه تمام ماشي و 725 جنيه تعالي اشكالنا كتير وموديلاتنا كتير والمجد المجد الاصلي ب 2250 جنيه تعالى اقول لك 1350 جنيه شايفه المجد الاصلي اللؤلؤه وجمال اللؤلؤه يلا يا باشا 525 يلا يا باشا تمام 725 جنيه 625 حلو قوي العالميه اهي عالميه اهي دي اللي قلنا عليها هاند ميد تحفه دي اهي يا باشا ب 1000 وكام 1090 نخليها ب 900 ماشي خليها ب 800 ماشي خليها ب 700 يا باشا انا معاك في اي حاجه طب نخليها بكام 599 لا الحاجات يعني ما اتحملتش الاسعار انهارت نص 1100 جنيه دي كنت عامل عليها عرض ب 690 ب 960 جنيه النهارده ب 1100 جنيه من المصلحه 960 جنيه من غلط 800 جنيه دي كوفا يا جماعه 800 جنيه اشكالها كلها اهي ما شاء الله كل اشكالها موجوده يا مدام شباب ب 800 جنيه تعالي 1450 جنيه تمام 950 جنيه خدوا بالكم احنا بنعمل عروض كده على الكبير والصغير واحنا شغالين فركزوا معانا تعالي ب 850 جنيه و 450 جنيه عايزك تركزي في الاسعار في السكرين انا اهو والحاجه اهي والقلم اهو والقلم اهو تمام تمام المجد اهو ماشي عرض ده من قلب لقلب 399 جنيه بخط العريض شايفين دي الاوضه الكبيره تمام تمام اعمل لك ايه تاني تعمل ايه 8 قطع دي الوانها صريحه جدا بصي بقى تحفه فنيه كل اشكالها تحفه تمام تعالي تعالى ما دامش يا ب 1150 جنيه 650 جنيه ايه ده؟ ده يعتبر نص بالنص خطيره دي برضه ضيع 650 جنيه بس دي الهدى العروسه ما استفادش بالعروض وام العروسه وحتى لو ست بيت وبتجددي حاجتك استفادوا بالعروض بتاعت زمان فرصه ما بتجيش غير مره واحده لاحظي الكلمه دي قلت لك في واحد وبقولها لك في اثنين وبقولها لك في ثلاثه تمام 655 جنيه الكلام مش خلصان وده مش شماء ايه البينك اللي تحت دي جبت كله وسايب البينك تعالى وريني اهو ب 1150 جنيه تمام تعالى حلوه دي 710 710 عايز اقول لك شيك قوي حلوه 710 اه 710 ماشي 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 في كمان هنا برانس 3 ساعات اه تعالى اقول لك ده عرض على العرض 499 بعد 3 ساعات نص بالنص اول 15 يوم اول 15 يوم العروض دي انا ماليش دعوه الحاجه خلصت الحاجه بتاع انا ماليش دعوه بص العالميه اللي تسمع فيها 1000 ونص 1700 دي هاند ميد والعالميه ايوه 1100 جنيه 1100 يا جماعه بجد العالميه دي حاجه محترمه جدا تمام مش خلصان فيه الموضوع كبير جدا ده شيماء الموضوع الناس بس استفاد بالعروض استفاد بالخصومات احنا عملنا اللي علينا والباع على الله الحمد لله مشاكير بقى والبرانس ايوه وفي بولوس النهارده الخامه دي المنتج ده بالسعر ده اللي احنا بنقول عليه اه كام يا احمد عرض من قلب لقلب احنا متابعين 299 299 ما شاء الله برنوسين ها برنوسين رجاله حريم ده ايه الدلع ده خطيره جدا ده من الفارس مصنع الفارس 299 جنيه تمام مفيش حاجه والله احنا اقل من المصنع قسما بيدينا اقل من المصنع بقى في البشاكير بشكير اثنين ثلاثه ماشي اربعه اربع انواع ده مش معاهم ده اربعه اربعه دول المفروض ب 1000 جنيه الواحد ب 250 جنيه البونص ده تعال نفتح واحد الرياضة الصالحين بص يا باشا بص المقاس بص الخامة وخامة حلوة ما شاء الله الجوال حاجة البيضة عاملة ازاي تمام قطن في قطن قلنا الأربعة ب 1000 جنيه صح؟ أربعة بكام؟ هنحط الخامس أيوه وهنحط السادس ب 1000 الستة ب 1000 الستة ب 1000 جنيه يعني واحد مش واقف ب 165 جنيه واحد مش واقف ب 165 جنيه تمام عايز واحد لوحده تعالى خد دي ب 150 جنيه يلا سهلتها لك تمام تمام بونص بقى تشكيلته كلها بانواعها كتيره عايزين نخلص بقى عشان نخش على الصيني نخش على الحلل نخش على الكوفرتات بقول لك حكايتنا مش خلصانه ب 599 جنيه هتلاقي 599 599 جنيه تمام الكلام مش خطير كبير نستفاد يا ام العروسه وابا العروسه بعروض من توصل اللي حكيتها فوق الحكايه ما بتهزرش ما بتهزرش في شهر ثلاثه الناس بتعيد العمر بصي
ده مفرش شتوي يا جماعه. تمام نكتفي كده يا محمود عشان الفيديو ما شاء الله طول، واخدنا تقريبا احنا دمرنا اسعار كل حاجه عند محمود، خلينا يعمل لنا عروض على كل حاجه موجوده في المكان. خدنا والله كل حاجه، كل حاجه خدناها. انا بقول لك عشان الاضاءه احسن لنا. تمام. عايز اقول لكم بقى احنا خدنا عروض على الملايات وعلى اللحفة وعلى البطاطين وعلى الكوفرتات وعلى الفوط الكبيرة والأطفال، كل تشكيل الفوط والبرانس، وكمان الكوفرتات البيكا لحاجات القمر وكوفرتات الكابوتونين. بجد استمتعت جدا بالفيديو معاكم النهاردة، وحاولوا تستغلوا العروض دي لو عروسة بتجهزي، ادخلي في عروض عيد الأم وخذي كل اللي نفسك فيه. أشوفكم إن شاء الله على فيديو جديد. باي باي.